مدرب فريقي انا يتواجد يعني في المراكز الاخيره، صاحب اسوا خط دفاع، صاحب اسوا خط هجوم، صاحب اسماء جديده مغموره اغلبها اسماء جديده في صفوف السويق تتاح لها الفرصه وصغيره في العمر، ولكن قال من اجل السويق، من اجل السيد فاتك وانجاليا تواجد، ومن اجل السويق يسجلون الهدف الاول. كوفي يظهر مع السويق، كوفي يظهر مع الاصفر، ينجحون وللهدف الثاني يسجلون. الله على كرة يمر من خلالها الأسمراني، يظهر من جديد في أحلى ظهور، في أجمل ظهور بمقدمة القدم. لاحظ مع التقدم هنا كيف كان العبور، تسلل من بين المدافعين، استغل الأخطاء، عبر من الأول ولم يمهل الثاني، وعبر بالحارس. هي ليست للتصدي يا باسم العطلة، هذه للمشاهدة فقط، للمشاهدة فقط بمقدم القدم بكل قسوة. هنا كوفي يعلن عن التقدم بهذه الطريقة. أعتقد أنه مسألة الانتصار راح تكون معقدة بشكل أو بآخر للطرفين. محاولة موجودة، تسديدة من بعيد، الهطال يحصلها خطرة، جول جول جول. كوفي أخير مباراة الأول، شوفوا معاي التسديدة اللي ما كانت قوية، لكن الهطالي أبعدها بشكل غريب، وفي النهاية الإيفواري في مكان مثل هذا لابد أن يترك بصمة واضحة ويسعد الأنصار والمحبين. السويق يتقدم بالهدف الأول، والقمة ربما تنطلق من خلال هذه اللقطة. حلوة اللعبة وجميلة الكرة الماضية، السويق نعم يتقدم في لقاء الذكريات القريبة. هدف أول، كنت أتكلم عن المدربين وعن النقاط الثلاث وأن المسألة معقدة، لكن أتى كوفي بالخبر الجديد وفك العقدة وسجل الهدف الأول. يسجد هنا شكرا لله على هذا. اليمنى مخترقة، الجهة اليمنى سهلة للسويق، عبر وكوفي في المرمى، الهدف الثانيات للأصفر، الثانيات للأصفر. أي مفاجأة في هذا المساء، أي تقلبات للكرة في هذا اللقاء، ماذا يفعلون؟ هل في وجه المارد؟ عبر كوفي الجهة اليمنى كانت الأضعف بالنسبة لهم. هنا الإرسال في كرة رائعة من وليد السعدي، شكرا يا وليد، الهدية وصلت وقبلها مني مرة أخرى. عاد بهم وليد، ماذا يفعل السعدي في هذا اللقاء؟ تمريرة في طبق من ذهب، كوفي لن يضيع في مثل هذه الكرات. دفاع العروبة غير أيه أن يجري الكثير من الحسابات، أن يجري الكثير من الحسابات من خلال هذا اللقاء. وصلت الآن إلى وليد، وليد إلى عبد الله، جرحي وطبه من مشيت، وهالثلاثه بانتظارك، الفوز والجمهور وعتاب المحبه، الفوز والجمهور وعتاب المحبه، وعتاب المحبه. حديث السيد فاتي قبل المباراه، حديث الجميع قبل المباراه، الانتصارات اللي كانت حاضره قبلها. ساره، يا سلام على وليد، يمر هنا الكره الملعوبه الخطيره، أوه! الله، جول جول جول، السويق يسجلون. ليفاري كوفي، السلام على وليد، بداها الخروص كملها، هنا عبد الله السعدي صوبها، وكوفي من سجلها. الهدف بديمقراطية كبيرة، الكل يحاول، الكل يريد، ومعها يسجلون ويتقدمون ويفعلون كل شيء. السويق بالركنية، الكرة بتلعب راسية، الليلة هي ليلة كوفي، يا عيني يا عيني على السوري.
الثانية السويق نام نام. الهدف الثالث ثلاثية كبيرة للسويق بعد ياسين. أين هي الدفاعات؟ عبد الله كوفي لاحظ تحركه وضعها براسه معانقا للشباك مسجلا لثالث الأهداف. ورغم الهدف الرابع عن طريق عبد الله كوفي شخصيا لمشاهدة بانتظار الإعادة. هنا الشكر على الهاتريك لعبد الله كوفي. خلونا ننتظر ونترقب، المصايب لا تأتي فرادى يا سعيد الفارسي. السويق لاحظ اللقطة الماضية التي خطفها عبد الله كوفي فهل تعود الأحوال في قادم الأيام؟ بالتأكيد سنرى ونشاهد ونتابع. هنا محاولة، السويق يتقدم بالهدف الأول، الهدف الأول يأتي للسويق. نعم ضربة أولى في الوقت الذي انتظرنا المصنع يتقدم كثيرا. لاحظ مع التقدم التسلل لم يكن موجودا، كوفي لم يكن متسللا ولكنه تسلل من بينهم. المصنع بالتأكيد لن يسكت على هذه الردة الأولى أو على هذه الضربة الأولى، لكل فعل ردة فعل. هنا كوفي لم يبهل الكرة أبدا، مررها في المرمى في الكرة الماضية. خطف اللعبة السابقة خطيرة للسويق، خطيرة للسويق. الله الأسمر، يقول أنا الأسمر إذا غار التلون، أنا الأسمر إذا غار التلون. في هذه الأوقات شوف الإعادة، شوف اللعبة الماضية، شوف الخطأ، شوف اللعبة، شوف العرضية، شوف التوقيت، شوف عبد الله، شوف وليد، شوف سرعة وليد، شوف ذكاء وليد، ما تردد في إرسال العرضية في التسديد، أرسل لكرة عرضية وصلت إلى قدم عبد الله، إلى قدم عبد الله. من الممكن أيضا تسجيل أهداف أخرى، لكن هنا أيضا لارنس دور حارس المرمى. ماذا تفعل يا باري؟ جول! هذا الكلام اللي كرتنا صحيحة يا كابتن محسن. لاحظ هنا الكرة الماضية، نعم بنفس الطريقة تماما، بنفس الطريقة روجيه ميلا خطفها من أمام لجيتا وسجل هدف في مرمى المنتخب الكولومبي. 2-1، الوقت انتهى خلاص. أضاد وإلى مين؟ إلى فهد الجلبوبي. فهد يحاول إلى الشموسي، هدف النقاط الثلاث، هدف الوصول إلى النقطة الثواري. عبد الله كوفي هنا يسجد لله شاكرا، سبحان ربي الأعلى. والصحم هنا يسجل الثاني ويصل إلى النقاط الست، يصل إلى النقاط الست في هذه اللحظات. صحم يصل إلى المرمى مرة أخرى، يصل إلى الشباك مرة أخرى. عرضية عبد الله كوفي، قد تكون المباراة الأخيرة، لكن هنا يسجل، يسجل. بالتالي ممكن أن يستمر، ممكن أن يستمر عبد الله كوفي يسجل على المرمى وعين على الزملاء. يرسل كرة للزملاء، محاولة توغل، سجلوا. لاحظ مع ياسين الشيادي في كل ولا أروع، عرضية ولا أجمل، بدأها في مرمى التعاون. ردت فعل كانت من حارس المرمى ولكنها لم تكن كافية لأن تبعد منتصف الميدان. يرسل كرة لعبد الله كوفي، فقدنا الكثير من مهارات عبد الله كوفي وايضا هنالك ضعف موجود، محاوله موجوده اللعب. الله بالذلك عبد الله كوفي، شوفوا معاي الاستلام والمرور وعلى طول، يا سلام يا سلام يا سلام. في الفتره الماضيه يعني لازم سوء الحظ في مساله الاصابات والغيابات المؤثره بالنسبه للجهه اليمنى، عاليه وللامام، استلام ممتاز من عبد الله كوفي. عبد الله وقف على الكره بشكل جيد، ضغط موجود من علي الجابري. كوفي بمهن
ويعني اكد على اهميه مباراه البطوله. اللقاء الاول انتهى طبعا مثل ما انتم عارفين بالتعادل الايجابي مع التعاون. اليمنى للامام عبد الله كوفي، مروه تقدم لكن عدت منه صافره من شوفوا معاي اللعبه مره اخرى لما تهيأت من عبد الله السعدي وبعد ذلك كوفي، محاوله المرور والعرقله من صلاح السيابي. لاعب من لمساته يعني تدرك انه يمتلك حضور فني مميز. عبد الله البراعه من جانب مهند الفلوش الذي ابعد الكره الماضيه في اليمين بالنسبه للعروبه وتشكيل الاخضر على اليمين ايمن الرحبي له بعض النقاط في بطوله الدوري. امامي هذه الكره لصالح السويق، محاوله التقدم وليد السعدي لا يكثر من محاولاته ولكن حينما يحاول يصنع الفارق، يصنع الفارق في محاولاته القليلة وقليل يكفي عن كثير. تعود الكرة مرة أخرى لصالح السويق في الجهة اليمنى، محاولة المرور، محاولة الموسمين الماضيين وانطلاقته في أول 11 جولة في هذا الموسم. أوه كرة بالراس، منع الكرة من الدخول في مرمى ومن شباكه في الاهتزاز في شوط المباراة الأول. كرة راسية، نعم لعبت راسية، يبدو بأن عبد الرحمن صالح في اللقطة الماضية، نعم هنا الكرة العرضية ومن ثم مقطوعة الكرة. تعود الآن من جديد محاولة في وسط الملعب، هجمات السويق هي الأخطر في شوط المباراة الأول. محاولة بالرغم من السيطرة والتحكم بالكرة من جانب لاعبو صحم في شوط المباراة، شوط أول سلبي. كرة الآن تصل في الجهة اليمنى، محاولة للتقدم السويق. الجولات الماضية لم يسجل إلا هدف وحيد في شوط المباراة، فرصتين خطيرتين للسويق كانتا عن طريق الكرات الثابتة، الأولى من محمود مبروك أبعدها حارس المرمى، كذلك الثانية كانت عن طريق عبد الله كوفي. محاولة، كوفي يحاول، كوفي ينطلق من الجهة اليمنى، يقف كبير جدا في تكسير الهجمات من جانب لاعبو صحة. محاولة تصويبه، كوفي، عبد الله كوفي يريد أن يسجل في مرمى فريق أحمد الخروص. يتقدم، يحاول يرسل كرة، ما زالت مستمرة المحاولة والخطورة، ما زالت قائمة. تصويب، تمريرة اللاعب أحمد الخروصي بالرغم من المضايقة بالرغم من المتابعة إلا أن استطاع بأن يكسب الكرة في اللقطة الماضية بخطأ من جانب اللاعب، وبعد صعوده على طول حقق الدوري الليبي الممتاز وكأس السوبر الليبي. كرة تقدم من حسين الحضري لمحب عوض، تدخل في الكرة الماضية، عودة بالكرة من جانب عبد الله الكوفي، محاولة المرور، مرة من الأول عبر الثاني، وفي الثاني أتى الخطأ الذي على فيرني. قد نقول بأنها قد فضلت جلب عبد الله كوفي لصفوفها من خلال هذا الموسم، اللاعب الذي وصل الى ثمان في مباراة الدوري الاول ولكن تواجده مع السويق اضفى له الكثير من البريق من خلال هذا الموسم. محاوله كوفي، يا الله على الكره، ولكن حينما تشاهد ظفار في الجانب الدفاعي للامانه نقول ذلك. محاوله، لاحظ معي كوفي كيف توغل وسط ثلاثه من المدافعين وتمكن. محاوله المرور، وليد السعدي مع كوفي، كوفي في المرمى، الهدف الاول، يا الله على كره تضيع، محاوله كانت رائعه، يا الله على كره، بل بما كانوا يفكرون. هنا ياسين الشيادي لمح لمحتين، في الاولى وليد السعدي والثاني كوفي، هنا لعن ظفار من خلال هذه المباراه ولكن اهدر ما لا يهدر في الكره الماضيه. يا الله على الكره، يا الله على الكره، ولكن توجيه في بطوله الدوري هو بوشر والسيب والسويق التي دخل مرماه 37 هدف في الكرة الماضية. كان في الانتقال والعبور رغم تواجد لاعبين ظفار هناك في تأمين الجوانب الدفاعية. كوفي هل يعبر؟ كوفي هل يمر؟ من جانب السويق، هل يذهب السويق إلى نقاط ثلاث؟ هل يعبر السويق إلى نقاط ثلاث من خلال هذه المباراة؟ محاولة تعود، عبدالله كوفي أحد أبرز انتداب حمد بلاي، تقطع من أمامه، تتخلص، تصل الى عبد الله كوفي، بيحاول التقدم والمرور، في النهايه مر فيها عبد الله، ارسلها سهله، وفي النهايه اللعبه بتدخل من جانب رميه جانبيه نصراويه، هنا المرور وتمريره كاد من خلالها وليد السعدي.
في تاريخ كرة القدم العمانية. هذا الشيء اللي نتمناه أن يأتي من خلال باقي الفرق سواء نادي النصر أو نادي السويك أو بقية الفرق الحاضرة في بطولة الدوري. الآن مرور موجود، خطر اللعبة تزداد، الله على مرور من جانب عبد الله كوفي وتألق أيضا حاضر من جانب حارس المرمى أنور العلوي. يا سلام يا سلام، عبد الله كوفي عامل له الشوارع في بالتألق. أكيد سيكون له حضور جميل على مستوى تشكيلة المنتخبات الوطنية. عودة إلى حارس المرمى، تصل في خط المنتصف إلى محمد أبيلاي، ناقلة أمامية حسن في التغطية، عودة ياسين، تدخل من جانب فهد نصيب أرسلها.